الخير عليكم، مرحبا بكم. جيسبر راكم كاع ملاح وصحه لاباس ولا فامي وسي لاباس. مرحبا بكم لكوزينتكم كوزينه تاع لوتي. كيما عودتكم راح نقدم لكم مع خفيف وظريف. اليوم راح نقدم لكم بوريك بطريقه واحده اخرى. درتو ديجا بلوطون والبيض، اليوم راح نديرو بلا فيون داشي، وان شاء الله في الايام الماجيه والى حين ربي سبحانه راح ندير لكم طرق واحده اخرى. دونك اليوم راح نديرو بلا فيون داشي. دونك واش عندي؟ ندوز مباشره الى المقادير وكيفيه التحضير. انا هنايا عندي كميه صغيره برك تاع لا فيون داشي، باسكو راح ندير برك كميه قليله. عندك كميه صغيره تاع لا فيون داشي، عندي حبه بصل وحب فارستوم صغير بالبزاف، فريمون صغيوار بالبزاف، حبه بصل متوسطه وكميه تاع لا فيون داشي. دونك رابيت البصله تاعي والثوم تاعي درتهم على النار تقلاو بشويه ملح، شويه باك تاع الملح، شويه فلفل كحل. انا نزيدهم رشه خفيفه تاع القرفه، يعطي البنه ما شاء الله. نتوما زيدوا لي زيبيس اللي تحبوهم بيان سيغ. دونك هاوليك عندي شويه تاع زيتون اخضر ارحيتو اوسي، وهنايا عندي فروماج. ديروا اي نوع من الفروماج اللي عندكم، انا راح ندير هذا الفروماج تاع المثلثات باسكو نحب الكو تاعو. وهنايا صبعت باش نلصقوا للبوريك تاعنا ولا سي كول اليمونتير. كيفاش درتها؟ بشويه تاع فرينه وشويه تاع الماء فوالا باش نلصق البوريك تاعنا. لي زيبيس عندي فلفل كحل، عندي كيما تشوفوا البيرسيل اللي ما عندوش لو فري ديروا هذا تاع العلب، اللي عنده الفري با ميو فوالا. دونك اليوم انا نسيت ما شريتش البيرسيل الفري، دونك راح ندير هذا في بلاصتو. دونك البيرسيل سي معدنوس فوالا. وعندي بيمون ديسبولات ولا فلفل حار، انا نحب كي يكون شويه حار، دونك ندير شويه تاع الحار. نتوما كيما تحبوا ولا ما تحبوش الحار ما ديروش. بسم الله على بركه الله. دونك هنايا واش راح ندير؟ تقدروا تضيفوا تاني البيض. دونك بعد ما تطيب لا فيون داشي تاعكم زيدوا حبيبه ولا زوج تاع البيض، خليهم يطيبوا مع لا فيون داشي تاعكم. انا اونيتمون جي با مع البيض باسكو سي ترو دو بروتيين، لا فيون دو بروتيين لي زو لي بروتيين سي ترو فوالا. دونك لي حبي يزيد يزيد، انا ما نحبش. دونك راح ندير الفرماج تاعي. هوب جوي سي دي ليكرازي. راح ندير كاع المكونات تاع على خطرة. راح نزيد هذه الكميه تاع الزيتون الاخضر تاعي اللي ريحتو فوالا يعطي الواحد البنه ما شاء الله. سي بور سا قلت لكم اتونسيون. دونك انا الزيتون الاخضر تاعي ما نغليش باسكو روح له الكو تاع واش ندير. كيفاش نقولوه؟ نبيتو في الماء فوالا، نشمخو كيما نشمخو الحمص، نبيتو في الماء هكداك، نعاودو دو تخوا فوا باش تروح له كاع هذيك الاملاح وهذيك الملح اللي ملحو بيه وهذيك المواد الكيميائيه والسي اللي ملحو بها الزيتون تاعنا. دونك على بالكم في هذه لاروسيت كاين زيتون وكاين فروماج، اتونسيون الملح ما تكثروش باسكو لي زوج هذا المقادير الملح عفوا الزيتون والفرماج عندهم والفروماج عفوا عندهم الملح. اب كيما تشوفوا هاو خلط كلش هنايا. دونك لي حب يزيد لي زيبيس انا راح نزيد برك شويه. دونك كيما قلت لكم فلفل حار نحب كي يكون شي بيكون شويه، فريمون رشه خفيفه بالبزاف تاع فلفل حار. دونك راح ندير كميه مليحه تاع دونك البيرسيل ولا المعدنوس. من المستحسن اللي عندكم اللي عنده الفخي ديرو الفخي، ورشه خفيفه تاع فلفل كحل فوالا. هذ هما لي زيبيس لي نعاود نديرهم من الفوق. وهنايا نبدا نشكل الحبيبات تاعي تاع البوريك. دونك لا فورم كيما تحبوا، انا عندي هذا النوع من البوريك راه متوفر عفوا في لي كوميرس. دونك كل واحد يدائر حسب الرغبه لا فورم كيما قلت لكم. بسم الله
بيان سور البوراك تاعنا ولا حبيتو طيبوه في الزيت ولا اللي ما يحبش بزاف زيت تقدروا ديروه في الفروسي ما فيها بس. دونك نبدا ندير في الحبه تاعي هاوليك بليتها شويه من هنايا باش ندير الحشو على في هذه البلاصه. بسم الله فوالا. دونك نحاول نغلق دونك الحلا الحبه تاعي وهنايا نحاول نشكل الحبيبه تاعي تاع البوريك. دونك واش ندير في هذه المرحله؟ راح نحكم شويه من هذاك اللصاق اللي درناه بالفرينه والماء باش نغلق على دونك البوراك تاعي ما يفتحليش في الزيت. اي فوالا دونك هاوليك الحبه البوراك تاعي نكملهم كاع على نفس الطريقه ومن بعد نطيبهم. انا نحب هذا الخطر راح نطيبهم في الزيت ان شاء الله. في الخطرات واحده اخرى راح نديرهم في الفور ان شاء الله. دونك نكمل كاع الكميه تاعي ونتلاقاو بعد ان شاء الله. بعد ما كملت كاع دونك الكميه تاعي تاع البوريك عمرتو كاع بلا فاس وبديت نقلي فيه فوالا. كما قلت لكم اليوم انا درت كميه برك صغيره وكما تشوفوا راني قدمته بالشوربه اللي درناها اونصومبل في القناه شوربه تاع الاعراس فوالا. فوالا اليوم بوريك دونك بالشوربه سبقنا رمضان كما نقولوا فوالا. هاوليك النتيجه النهائيه فخوشمون جا ما شاء الله ويجا تقديم دونك طريقه تقديم قدموه كيما تحبوا كل واحد يقدم كيما هي حب. التزيين يبقى اختياري المهم هو الذوق كيما نقولكم. ما شاء الله اسمو كيفاش يتقرمش ما شاء الله. ولا فارس جات هايله وخفيفه باسكو ما زدتش البيض دونك هي في جوست la viande il y a tout pardon il y a toujours il y a juste la viande et le fromage avec zitou l'khdar li rhitou ja ma sha Allah khfif voilà hawlik donc النتيجه النهائيه تاع البوريك تاعنا. التقديم كل واحد يقدم على غرضه على الجو تاعو. جيسبر استفدتوا دونك ولو بالقليل من كيفيه اليوم فوالا خاصة للمبتدئين واللي توحشوا ريحة البلاد اللي توحشوا ريحة الأعراس. هذه الوصفة تاني لافارس اللي راهي في الداخل هي وصفة الأعراس. هذا هو هي لافارس اللي يديروها في الأعراس والسي. دونك كيما قلت لكم بلا ما نطول عليكم هذه هي دونك النتيجة النهائية للبوريك تاعنا. جيسبر واستفدت ولو بالقليل. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات واحدة اخرى. ما تنسونيش برك باللايك تاعكم والابوني باش تكبر القناة وتعم الفائدة ان شاء الله. دونك ان شاء الله نتلاقاو في وصفات واحدة اخرى. الى ذلكم الحين اترككم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.